سجون في العالم فاضت بعدد سجنائها لدرجة أنها أطلقت سراح البعض ومنحت آخرين إجازة. فما الذي أدى لاكتظاظ السجون هنا؟ أهو رغد العيش داخلها أم قسوة الحياة خارج أسوارها؟ اكتظاظ السجون مشكلة تواجه 118 دولة، وصلت معدلات الإشغال فيها الحد الأقصى وأجبرت دولاً على اللجوء لحلول طارئة. بريطانيا أطلقت سراح آلاف السجناء، بل وفكرت بإرسال بعضهم لأستونيا. أما بلجيكا فلم تعد قادرة على توفير أسرة للجميع، فينام بعضهم أرضاً، فيما منحت العشرات منهم إجازة لحين وجود شارع. ولمن يعتقد بأن السجناء سعيدون بإقامتهم، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى وجود خلل بنظام العدالة الجنائية قاد لهذا الاكتظاظ. الإفراط في احتجاز المشتبه بهم قبل المحاكمة واستخدام السجن للجرائم البسيطة هما أبرز أسباب الاكتظاظ بحسب موقع الإصلاح الجنائي العالمي. لكن هذا لا ينفي بأن صعوبة الحياة وافتقار البعض للقمة العيش وحتى الطبابة يدفعان البعض، وأكرر البعض، لتفضيل الحياة داخل السجن عن خارجه.